مسألة إن الواحد أحيانا بيكون عنده الخط وبيختار سمك الخط من هنا مثلا 3 5، لكن في الحقيقة سمك ما بيظهر معك. الواحد بيشيل كوبي لنفس النص ووزعه في الحتات دي مثلا، دي أخواننا عملية ما صحيحة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا الفيديو إن شاء الله السريع هنشرح فيه حاجات بسيطة جدا جدا ومهمة في الأوتوكاد والإخراج الخاص بالدروين. طيب، الحاجة الأولى حنعالج مسألة إن الواحد أحيانا بيكون عنده الخط وبيختار سمك الخط من هنا مثلا 3 5، لكن في الحقيقة سمك ما بيظهر معك في الدروين. الحاجة الثانية إن شاء الله برضو حنناقش كيف نقدر نعمل اللي هو دايمنشن احترافي. معظم الناس بتلقى الواحد بيشيل كوبي لنفس النص ووزعه في الحتات دي مثلا، دي أخواننا عملية ما صحيحة. نحن برضو المفروض يكون عندنا طريقة متقدمة شوية في الحتة بتاعت كيف نقدر نعمل اللي هو دايمنشن بصورة احترافية بدون ما نقعد نوزع في نفس الرقم ونعدل فيه. تابعوني إن شاء الله، وما تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، ونسعد بتعليقاتكم لأي موضوع ولأي مشكلة. طيب، عشان أنت مثلا، أنا مثلا هنا اخترت حجم الخط ده وجيت هنا زدت الحجم مثلا، أو خلينا مثلا نقول 0.3 فقط، تمام، لكن ما ظهر معي ده يا اخواننا، معناته انت في حاجه هنا اسمها اللاين ويدز المفروض يظهر في الجزء الاسفل ده، وهو ما عندك ليه هو اللاين ويدز. طيب، نجيب اللاين ويدز من وين؟ عشان نجيب اللاين ويدز يا اخواننا، نجي هنا في الثلاث خطوط في الناصيه، هنا الثلاث خطوط دي اسمها كاستمايزيشن. في الكاستمايزيشن لو لاحظت فوق في حاجه اسمها لاين ويدز، تضغط لي كليك في اللاين ويدز، مجرد ما عملت فيها علامه صح بتلقى هو نزل معاك هنا شكل ثلاث خطوط. ما ان فعلته الخط هنا حجمه بيزيد معك، تمام. اذا الموضوع بسيط جدا جدا من خلال اللاين ويدز. الحاجه الثانيه برضه، في حاجه جدا بسيطه جدا برضه المفروض تضيفها لنا هنا، اللي هو في نفس الحته في الكستمايزيشن اسمها الجرافيكس بيرفورمانس، دي عمل لي فيها علامه صح، ودي مهمتها يا اخواننا، بتزيد التركيز البروسيسنج بتاع الجهاز، بيزيد لك لشنو؟ للاوتوكاد. يعني كانه شنو؟ احيانا انت بتكون تفتح مثلا ملفات كبيره والجهاز يعليك وما عارف، فعل البتاع دي بس اخواننا، لانه زي ما قلت لك الاوتوكاد هو عنده البروسيسنج بتاع الجهاز بدي محدوديه للاوتوكاد في انه يشتغل. انت مجرد ما تفعل دي كانك زدت شنو؟ كل الطاقه بتاعت الجهاز سخرتها في الاوتوكاد. طيب، حنمشي للموضوع الثاني، انه كيف نقدر نعمل دايمنشن احترافي. الخطوه الاولى اخواننا، اول حاجه تيجي في لير، تعمل لي نيو لير جديده وتسميها مثلا دايمنشن. عشان نعمل لير بنضغط كليك في لير، ونيجي هنا في العلامه اللي فيها شكل النجمه نضغط فيها كليك، وتنزل معاك اللير هنا ونسميها مثلا دي اي ام دايمنشن، تمام. من هنا انا اخترت الخط كديفولت ونعمل فيها دبل كليك عشان تتفاعل معايا تتفاعل معايا اللير ونقفل. اذا الان تلقى دايمنشن هي موجوده معك. خلينا مثلا نديها كلرز معين، نضغط في الكلرز ونديها مثلا اللون ده مثلا، ونقول هنا اوكي. الحاجه الثالثه نتاكد من انه حجم الخط بتاع الدايمنشن هو في الحالتين هو حجم خط عادي، ما يكون سميك او هذا الشيء، تمام. طيب، دي الحاجتين عملنا لهم اعدادات، ولازم يكون عندك الخط العربي، الخط باللغه العربيه لازم تكون وسطي وفي جهازك. ان شاء الله تلقوا في فيديو، في رابط لفيديو اسفل، الرابط تمشي للفيديو تلقوا في الديسكربشن تحت الرابط حق الخطوط، بتنزل كميه من الداتا مثلا، بتلقى في رابط فيه الداتا اللي اسمها اللي هي اللي اسمها التمليك العقاري، رابط بتلقوا ملف اسمه التمليك العقاري، مجرد ما تفك الضغط بتلقى جواه كميه من الداتا بتستفيد منها كلها يا اخواننا. التمليك العقاري ده اول فيديو كان شرحناه قبل اليوم، فيها اسهم لاتجاه الشمال هذه ان شاء الله ممكن تستفيدوا منها، وفيها بروجرامز الحياه الارابيك عن كي يو اف اي، ده الخطوط اللي هو الاس اتش اكس، دي الخطوط العربيه تفك الضغط وتنسخها كلها وتمشي في السي في الفونت،
تعمل لها بس. ودي برضو مجموعة من الحاجات ممكن تستفيد منها من ضمن الإثبات اللي يثبت بنطلع به الجدول، وده اللي يثبت بندخل به الإحداثيات وإلى آخره. دي الطابعة اللي تكلمنا عنها، وده بنقيس به المسافة بنوزن به المساحة وإلى آخره، تكلمنا عنها في فيديو سابق بتلقوها كلها. إذا أنت بعد ما تفك الضغط حق الملف وتنسخ كل الخطوط، بتجي هنا في السي في المسار بتاع الأوتوكاد مثلا في بروجرام فايل تمشي ليه في أوتوديسك. أنا مثلا شغال ب 2019 وبفتش حاجة اسمها فونت، دي فونت لقيت هنا الفونت، تدخل جوا الفونت وتعمل رايت كليك بيست وتقول له ريبليس اول، إن شاء الله كل الخطوط تكون نزلت عندك هنا. مجرد ما نزلت الخطوط دي عندك هنا خلاص ترجع تفتح تاني برنامج الأوتوكاد. يلا خلونا نعمل دايمنشن. احنا هنا في السعودية مثلا شغالين الدايمنشن ده باللغة العربية ويكون رقم فقط ما يكون حوله أي خط. إذا أنا مفروض أعمل لي إعداد خاص بي مثلا عشان أعمل الحاجة دي، مفروض تجي هنا في أنوتيت، تمام؟ هنكبر شوية في الحتة دي. جينا في أنوتيت، في أنوتيت هنمشي في السهم الصغير ده، سوري، هنجي في دايمنشن وهنضغط في السحب الصغير دايمنشن، او تكتب باختصار دي اي ام بيفتح معك النافذه الصغيره دي، احنا دارين النافذه دي. طيب النافذه دي لو ملاحظين هنا ده الستاندر بتفتح معك فقط، ممكن الستاندر فقط لو انت ما عندك الحياه دي. طيب في الستاندر انا مثلا خلينا نمسح ديل ديليت يس. طيب في الستاندر هنا المفروض اعمل لها ريموف او ديليت، ما مشكله خلينا نمشي في الستاندر، المفروض رايت كليك اعمل لها ديليت، ما علينا. طيب خلينا هنا ننشئ واحده جديده، طبعا انت قاعده تلقاها موجوده في الستاندر بالشكل ده. قبل ان نمشي نعمل الدايمنشن خلونا نشوف الوحده، نكتب يو ان اللي هي يونت، صار لي يونت، ومفروض نختار ميترز، الكويس انه اختار ميترز، والبريسيجن مثلا والله يا اخي انتين عشريه دي اللي انا عايز اشتغل بها، ونقول اوكي. بعدك هنجي هنا قلنا في الانوتيشن، هنجي في الدايمنشن، هنضغط في السهم الصغير ده، بيجيك نافذة بالشكل ده بتكون موجودة في ستاندر كالعادة. طيب هنا في ستاندر هنمشي يعني إذا نعمل واحدة جديدة، نضغط في نيو ونسميها مثلا، تسميها لي مثلا Arabic Dimension وليكن Arabic DIM Arabic Dimension ونقول له Continuous. طيب بيجيك نافذة جديدة، في النافذة دي هنا نحن نبدأ بالصف من الجزء ده ونحن ماشيين. أول حاجة في اللاين النازل ما داري اللاين، اذا اللاين كل لاين نعمل فيه تكت بيعتبر انه هيختفي معك، لو ملاحظ ان اختفى اللاين ما في لاين في الدايمنشن. الحاجه الثانيه في السيمبل ان ايرو في الاسهم، اصلا احنا ما مختارين، طالما وقفنا اللاين الاسهم اوتوماتيك اللي هي اختفت معاه. بالنسبه للداتا الكتابه حتقول لي شنو ابوف دايمنشن تكست مثلا، نختار الخيار ده، هي اصلا احنا ما عندنا اللاين لكن نختاره. هنمشي للتكست، في التكست هنا لو بلاحظ التكست ستايل مكتوب ستاندر، لا احنا دارين بالخط باللغة العربية. هنضغط في الثلاثة نقاط بيفتح لك نافذة جديدة من هنا في اريال، من اريال انا اضغط كليك واكتب مثلا XA اللي هي XA Arabic، تختار اول XA Arabic ده وتقول له apply close. لو ملاحظ قرب معاك الخطوط للغة العربية هنا نخليها align mean width، يعني تكون شنو هي مع الدايمنشن، يعني في شكل هوريزنتال مع الدايمنشن، ما تخليها هوريزنتال بشكل افقي، لا تخليها كالاين مين مع الدايمنشن اللي هي متوازيه مع الدايمنشن. هنجي للفيت الخطوه اللي بعديها، في الفيت هنا مهمه جدا، انت شغله كله ثاني حيكون على الفيت، يعني حتى لو دايمنشن بيجي صغير ولا كبير احنا نقلل او نزيد في الفيت. خلينا نقول الفيت دي مثلا 0.5، لو بقت كبيره نيجي نقللها ولو بقت صغيره نيجي نزيدها الفيت، خلوا بالكم كويس للفيت. البرايمري يونت هي بنجي هنا عندنا في البريسيجن، دارنا قلنا خانتين عشرتين للدايمنشن، وبكده يكون احنا انتهينا من الاعدادات بتاعتنا، ونقول له اوكي، ومن هنا نضغط في الاربك دايمنشن ونقول له سيت كيورنت ونقول له كلوز. كده انا عملت اعدادات. الان لو مشيت مثلا دار اكتب اي دايمنشن، مجرد ما شلت علامه الدايمنشن وجيت وقفت هنا فقط، وقفت هنا بيظهر معاك الرقم، لو ملاحظ الرقم 100، شايفين
شايفين كده. فانقطع ظهر معك الرقم 100 بدون ما ذاته تشتغل تكسب زمنك يعني. اذا ال 100 دي احنا بعدها هنحذفها ما بنحتاج ليها لانه احنا لقينا طريقه اسهل منها. لو كانت دي صغيره ممكن تزيدها بعد ما تعملين كله ممكن تزيد في الفيد فقط. مثلا ثاني نجي هنا ونعمل كليك بالشكل ده اللي بعديها ونجيب جاي بنفس الفكره. وفي فيديو سابق شرحنا فيه كيفيه عمل الدايمنشن بالشكل ده مثلا. طيب انا حسيت انه الدايمنشن ده ضعيف مقارنه مع مع مع, مع الشكل، ما علي الا اجي في العلامه دي وهنا في Arabic Dimension اقول له Modify، ومن هنا اخوانا بمشي للفيت فقط، بجي بعدل في الفيت اخليها مثلا 1.5 لو بقت معقوله، ولو بقت كبيره ثاني اجي اقلل. كلوز كلوز اوتوماتيكلي كل الخطوط بتزيد. في الحاله دي انت ما عليك الا تسحب كليك من هنا بس، اسحب الدايمنشن ده تاخذه لبرا مثلا من هنا، تضغط في النقطه دي وتسحبه لهنا. ولو حتى عندك مسمى هنا عامل لك معارضه ممكن تسحب الدايمنشن لاي جزء اخر. كلها الخيارات متاحه لك في الحته بتاعت الدايمنشن، ما بيأثر ولا بيغير في شكله باي شيء. كذلك من هنا برضه نسحب للخارج. وايضا اذا يا اخواننا دي الطريقه اللي انا عملت بيها دايمنشن احترافي للرسمه بتاعتي. اذا انت شغال باللغه الانجليزيه اذا انت شغال باللغه الانجليزيه وداير الدايمنشن يكون باللغه الانجليزيه ويكون فوق الخطوط، يعني انت مصمم معماري ده شغل بتاع اركتكتشر صار لك بنفس الفكره تجلي هنا. والدور دي حتعمل واحد جديد تسميه مثلا ديزاين دايمنشن مثلا دي اي اس داش دي اي ام ديزاين دايمنشن كونتينيوس. هنا حيكون الطرق حقتك مختلفه شويه. فمثلا هنا لما نجي في لاين في الاول يلا هنا مثلا المصممين دائما الاركتكتشر اول حاجه اللواين دي بيحتاجوا ليها كلها بتكون موجوده مثلا هنا كذلك دي واحده. الحاجه الثانيه الفيكسد لينز المسافه الموجوده هنا دي هم برضو ما بيخلوها تكون بتكون مسافه بعيده شويه، وخلينا نخليها 6 دائما نخلي المسافه دي هي موازيه للارقام اللي بفوق ليها. طيب بعدين نمشي اللي هو السيمبل ايرو. في السيمبل ايرو دائما الاركتكشر بيختاروا حاجه اسمها اركتكشر تيكت اللي هي لو ملاحظين الخط العامل الشكل ده. وهنا في الاوبن بيختاروا اوبليك عادي، اوبليك عادي في الخطوط الاخرى. كلوز ايرور هنا الكلوز ايرو برضه ممكن يكون ما بيأثر بشيء تخليه. بعد ذاك هنا نمشي للتكست. في التكست دائما في الستاندر هم بيستخدموا خط يكون مقبول شويه مثلا اريال، ما خط العربي مثلا الاريال. انت داير الخط العربي ممكن هم بيستخدموا هنا الاريال لانه خط سيمبول مقروء ومعروف عنه يعني. ابلاي كلوز اخترنا الاريال. طيب يلا ركز هنا للهوريزنتال. الهوريزنتال بالنسبه للكتابه دائما تكون في سنتر الخطوط. في هنا بيختاروا شنو؟ بيختاروا سوري هنا بدل ابوف تختار لي شنو؟ تختار لي سنتر. تخلي الكتابة في وسط الدايمنشن، وهنا برضو تخليها شنو تكون موازية، ما تخليها هوريزنتال كده ما جميلة، أحسن تقول شنو بالشكل ده. بعد ذاك برضو هنا بيستخدموا الفيت 1.5 ولو كثيرة برضو ممكن نقللها. طالما استخدمنا اللغة الإنجليزية ممكن نخليها 1.2 لأنه الإنجليزي دائما هو كتابته أكبر من اللغة العربية. آخر حاجة البرايمري خانتين وتاني ما عندنا حاجة نقول له أوكي من هنا. يلا هنا حنختاره ونقول له شنو سيت كيورنت، يعني الان داير اشتغل عليك انت. ونصغر نمشي مباشره للدايمنشن. ممكن في نفس الكيورنت دايمنشن او الكيورنت لير، فاليوز لير يعني الكيورنت، فنختار دايمنشن ونبدا برضه نجيب هنا لو ملاحظين ونبدا نرسم. شوف الانجليزي دائما قلت لكم خطه بيكون كبير، لذلك انت ممكن ترجع تصغر. وهنا اخترنا واحد والثاني ما اخترناه برضه ممكن تعدلها. نرجع ثاني هنا مثلا نعمل لها تعديل في الموديفاي بنفس الفكره. نرجع للجزء الثاني ده نختار نفسي الاركتكتشر للاثنين يكونوا حاجه واحده. وممكن نقلل الحجم من هنا مثلا نخليها بدل 12 نخليها مثلا 6 اوكي. اقول له اوكي من هنا واقول له كلوز. شايف الخط كده بدا مقبول. ممكن تقلل ثاني لو حسيت الحاجه دي لسه كبيره لحد ما تجيك الحاجه السيمبل اللي بتكون جميله في مشروعك. اذا دي الطريقه. لو ملاحظ الدايمنشن هنا هو بعيد من شنو؟ بعيد من الركن، لانه عشان ما يشوه لك الرسمه بتاعتك لازم يكون بعيد شويه بالشكل ده. ما ضروري تمسك تضغط هنا، ممكن تجيب في الخط فقط وتطلع الدايمنشن بالشكل ده.
إذا كده إحنا عرفنا كيف نقدر نعمل الدايمنشن سواء كان باللغة العربية أو الدايمنشن الخاص بالمصممين. وطبعا وضع الدايمنشن ذاته له تبعياته، أنت ما بتخط الدايمنشن في أي حتة عنده زوايا معينة بتخط فيها الدايمنشن، يعني لسه زي الشكل ده نحن المفروض ما نديه الدايمنشن بكل الاتجاهات. تمام؟ وبكده يا أخوانا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله في فيديو آخر نناقش حاجة أجمل بإذن الله. تابعونا وما تنسوا الاشتراك، وبرضو لكم الأجر إن شاء الله في المشاركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.